هذا الصبر هو حسن الخلق للصائم. ولذلك فإن نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يفسق، وإن قاتله أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. تعلم لماذا؟ لأن العبادات والتكاليف الشرعية والشعائر، بل حتى أركان الإسلام الأربعة بعد الشهادتين، مبنية على حسن الخلق. فحسن الخلق ليس أوقات الصيام فقط، بل في سائر العبادات. الخلق في الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الخلق في الزكاة: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الخلق في الحج: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الخلق في الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فاسمع وتأمل، والله الهادي إلى صراط مستقيم.